السلام عليكم مشاهدي قناة فيروزية. هل تستطيع تخيل أن قطة ستكون السبب في حل لغز قضية جريمة غامضة؟ لمعرفة التفاصيل تابع معنا. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس والضغط على زر الإعجاب لتشجيعنا على الاستمرار. في عام 2013 اكتشفت الشرطة البريطانية جثة رجل مشوهة ومقطعة بشكل وحشي داخل ستارة منزلية. بعد 3 أيام تم العثور على الجزء السفلي من الجثة في مكان قريب، وتم التعرف على الضحية كديفيد جاي البالغ من العمر 30 عاما. ولكن ما لفت انتباه الشرطة داخل الستارة لم يكن مجرد بقع دماء من الضحية، بل وجدوا أيضا شعرات قطة منزلية. بدأت الشرطة التحقيقات لجمع المزيد من المعلومات حول ديفيد، وقاموا بزيارة جيرانه. وهنا اكتشفوا أن أحد جيران الضحية يدعى ديفيد هتلر كان يمتلك قطة. في البداية أنكر هتلر ارتكاب أي جريمة، وأكد أنه لا يتذكر أي تفاصيل تتعلق بمقتل ديفيد جاي. ولكن بعد سلسلة من التحقيقات وفحوصات قطته، تم مطابقة العينات التي تم العثور عليها في الستارة التي كانت ملفوفة حول جثة الضحية، وتبين أنها تعود إلى نفس القطة. بعد ذلك اعترف هتلر بجريمته وأقر بأنه كانت تربطه علاقة صداقة مع ديفيد جاي، وقام بقتله بعدما اكتشف أنه كان على علاقة مع زوجته. ثم قام بتقطيع جثته ليخفي أثر الجريمة. تم الحكم عليه بالسجن المؤبد على إثر اعترافه بالجريمة. أما قطته وهي بطلة القصة، فقد تم نقلها للعيش مع عائلة جديدة. شكرا لكم متابعي قناة فيروزية، ودمتم في حفظ الله ورعايته.